مشروعي له تقريبا اكثر من 15 سنه هاند ميد، بالاضافه لإضافة الجولد بليتد مع الهاند ميد، دمج بين الايطالي والشغل اليدوي. بشارك باكثر من بازار محلي بعمان، خارج عمان بالمحافظات. ومشروعنا هلا حاليا في رواب الفرح طبعا بدعمنا وبدعم السيدات الاردنيات، كثير مبسوطين بهذا المكان، متواجد هون اسبوعيا بشكل دائم. مشروعي هو انه انا بعمل اكل طبخ بيتي يعني بالبيت، وبجي لهون على البازار يعني بسوقه وبيعه، والحمد لله في حركه، مكان اتاح لي انه فرصه انه اسوق منتوجاتي. احنا يعني منتجاتنا باسم سامو كيتشن يعني، وعندي صفحه على الفيسبوك وعلى الانستغرام، وعندي مجموعه اكلات يعني بعمل معجنات، بعمل دوالي، كبه، يعني جميع الاصناف اللي بتنزلك.